وذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه البدع أن الأوزاعي قال: بلغني أن الرجل إذا ابتدع بدعة خلاه الشيطان بينه وبين الناس حتى يصطاد بهم من خشوعه. قلت: وهذا شيء واضح وبين، يعني أي كلام يرد عليك من أي شخص من هؤلاء أو من غيرهم يعرض على الكتاب والسنة، لا تنظر إلى عمله، لا، عمله له، لا تنظر إلى دمعته، لا تنظر إلى حاله، لا، انظر إلى كلامه فيوضع في ميزان الشرع، إن كان مقبولاً فعلى العين والرأس وإلا فليرفض. والدليل، دليل واضح. قلت: والدليل حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، أمنهجهم سليم؟ الجواب لا، مع أن عبادتهم عظمى كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لا يلتفت إليها، إنما يلتفت إلى ما قاله الشخص.